بيتعامل على التواصل مع الجماهير وخاصه بالنسبه للقطاعات الجماهيريه اللي بتقدم خدمات الجماهير والتيسير عليهم باقصى درجه. فانا بس حضرتك احب يعني في طبعا انا ما حضرتش كلمه وما حضرتش برزنتيشن ولا حاجه على اساس ان احنا جايين حضرتكم النهارده نسمع من حضراتكم ونجاوب على حضراتكم الاسئله اللي حضرتكم هتسالوها. بس انا حبيت بس انا اكلم حضرتكم بروح تلقائيه كده ان اقول لكم حضرتك احنا برضه كوزاره داخليه قطاع الاحوال المدنيه بيعمل ايه للساده المواطنين في الخاشعه. احنا بنقدم الخدمات للساده المواطنين خارج على اكثر من محور. المحور الاول الخاص باستخراج الاداءات الرقم القومي بيتم من ايفاد من القطاع مأموريات فنيه وقانونيه للمواطنين في الخارج عشان حضرتكم اللي يرغب في استخراج الاداءات الرقم القومي ويكون مسجل اسمه لدى البعثات القنصليه في الخارج. البعثات القنصليه طبعا احنا في تعامل وثيق بيننا وبين وزاره الخارجيه كقطاع قنصلي. بمجرد ما بيبلغونا ان في عدد من الساده المواطنين بيرغبوا في استخراج بطاقه الرقم القومي بنبعت مأمور